زملائي وأحبائي في كل مكان، حلقة جديدة من أنت تسأل والقانون يجيب. ورد إلى المركز الإعلامي بنقابة المحامين سؤال بيقول عايزين نعرف مزايا وعيوب المحاكم الإلكترونية. المحاكم الإلكترونية دي حاجة جديدة لسه مستحدثة ولسه يعني قيد البحث والتدقيق، وإن كانت المحاكم الاقتصادية قد وصلت فعلا إلى تطبيق بشكل كبير لمفهوم التحول الرقمي في هذا الأمر، إلا أن معظم المحاكم في مصر في طريقها إلى تفعيل مفهوم المحكمة الإلكترونية. عايزين نقول إيه هي بقى أهم المزايا بالنسبة للمحكمة الإلكترونية؟ ده سؤال مهم جدا، ولا سيما في الدول اللي كثافة السكانية فيها عالية زي مصر. نقدر نقول المزايا، هنذكر بعض المزايا، مش هنقدر نقول كل المزايا، وإن كان كمان عايزين نقول أن التجربة العملية هي التي تثبت صحة المزايا أو هناك عيوب. كل ده بيبان مع الإيه؟ مع التعامل مع هذا المستحدث الجديد في مجال القانون. أول ميزة، المحاكم الإلكترونية هتقضي على الأعمال الروتينية عند رفع الدعوة. يعني مش هتروح تقف قدام سكرتير أو رئيس ألم يقدر لك رسم، وبعدين تروح تاخد موافقة مش عارف إيه، وبعدين مراجعة الحافظة، وبعدين تروح تقف في الطابور في خزنة. كل ده الحاجات الروتينية اللي كنا بنعاني منها، كل الكلام ده بينتهي مع تطبيق مفهوم المحاكم الإلكترونية. الحاجة الثانية، عدم التقيد بمواعيد العمل الرسمية. أنا أتذكر دايما بعد الأعياد، إما تيجي أجازة العيد، بعد العيد تروح المحكمة لو أنت هتعمل استئناف مثلا، لأن الاستئناف له مواعيد، تلاقي الخزنة والرسوم عدد ضخم جدا وتكدس واكتظاظ غير عادي. كل ده من خلال المحاكم الإلكترونية هنقضي عليه تماما، لأنك أنت وأنت قاعد في البيت يوم العيد عايز تعمل الدعوة هترفعها، ما عندناش مشاكل خالص لأن العمل من على بعد. الحاجة الثالثة، الحفظ الآمن وتخفيف الضغط على أقلام الحفظ. بنعدي النهاردة في المحاكم، أروقة المحاكم، بنلاقي أقلام الحفظ مكتظة ومكدسة بالأوراق من عشرات السنين ومن أكتر. النظام ده هيخفف كثيرا عن مفهوم الاحتفاظ بالمستند أو بالملف الورقي من خلال أقلام الحفظ. كمان هيبقى فيه نقطة جميلة جدا، وهي سهولة الاستعانة بالخبراء ومراجعتهم. يعني ايه؟ يعني انا كقاضي قريت التقرير وعايز اناقش الخبير في حاجه، ما هو هيبقى في تواصل، استطيع من خلال منظومه الربط بين الشبكات انني استطيع ان اخاطب الخبير، اساله، اناقشه، اراجعه، وبالتالي دي هتخفف كثيرا من هذا الموضوع. وانا على سبيل المثال اذكر ان كنت في محكمه الجنايات، والخصم في جريمه قتل عمد، الخصم قال أنا عايز كبير الأطباء الشرعيين في مصر، فالقاضي قال له ماشي أجيبهولك. طبعا أجيبهولك ده قعدنا نأجل، القضاء تأجلت مثلا مرتين ثلاثة، وكبير الأطباء الشرعيين ما بيجيش، وعنده حق، لأن مش معقول كل جناية في مصر انطلب فيها كبير الأطباء هيجي. الراجل بقى هو شغلته أصلا الإشراف والرقابة والمتابعة. وبالتالي الفكرة دي اللي هي سهولة الاستعانة بالخبراء هتخفف كثيرا من هذا العبء، وهتساعد على سرعة إنجاز العدالة. كمان النظام الإلكتروني ده هيسهل إجراءات التقاضي. ما احنا لسه بنقول اهو، هتبقى وانت قاعد في مكتبك تستطيع انك ترفع الدعوة، تستطيع انك تسدد الرسوم، تستطيع ان تقدم المستندات. كمان من ضمن الحاجات اللي احنا متفقين عليها وقلناها في لحظة دلوقتي، ان هذا هيحد كثيرا من الزحام داخل المحاكم. كمان بأطالب مع وجود المحاكم الإلكترونية أن يكون هناك ربط شبكي بين نقابة المحامين والمحاكم الإلكترونية. أخيرا، ونتمنى طبعا هذه الأمنية، أن يكون هذا التحول قد ساهم في القضاء على الفساد. دي أهم المزايا المتصورة بالنسبة للمحاكم الإلكترونية. إيه هي بقى العيوب الخاصة بالمحاكم الإلكترونية؟ اي حاجه جديده بيبقى بيطلع فيها بعض المثالب او بعض العيوب اللي لازم مع الوقت نصلحها. فمثلا احنا في هذا الموضوع عايزين، ما عندناش المعالجه التشريعيه عندنا هنا غير كافيه للموضوع ده. المعالجه التشريعيه يعني لازم عندنا يعني قانون واضح ومحدد ودقيق يعالج الامر في شان المحاكم الالكترونيه. كمان
كلنا بنشوف التعرض لانقطاع الشبكة أو الأعطال. بيحصل إن أثناء العمل النت يفصل، الكمبيوتر يتعطل، فلابد إن إحنا هذا الجزء لابد إن إحنا ناخد بالنا ونحاول إن إحنا يبقى فيه يعني أرضية قوية وبنية تحتية قوية في شأن شبكة الشبكة الإلكترونية وحمايتها من الأعطال. أيضا إحنا ما عندناش ارتفاع في درجة الوعي الإلكتروني، ودي حقيقة. يعني النهاردة مسألة التقنية الحديثة في ظل التحول الرقمي دي مسألة بقت صعبة جدا، وبالذات للناس الكبار اللي هم المحامين الكبار. يمكن الشباب شوية بيقدروا يتعاملوا، لكن إحنا محتاجين دورات ومحتاجين يعني النقابة تتفاعل في هذه الجزئية للوصول إلى رفع درجة الوعي الإلكتروني. أخيرا في غياب، هيبقى في غياب مظاهر المحاكمة الحية. طب إيه بقى إيه؟ هل المحاكمة الحية المباشرة بين القاضي والمتهم هل لها قيمة أقوى من التعامل مع المحكمة من على بعد؟ طبعا. ليه بقى؟ المتهم هو واقف قدام القاضي، القاضي له نظرة بيبص في عينيه، بيقدر يحدد من خلال طريقته في الكلام، تلعثمه، تردده، احمرار وشه او اصفرار وشه او زائق او ان عينيه تبقى زائغه، كل الكلام ده بيبقى بيعتمد على التفاعل الشخصي، ولا يمكن ان انا من خلال التعامل من على بعد اقدر احدد الجزئيه دي. بشكركم جدا، واتمنى ان اكون اديت فكره ولو بسيطه عن مفهوم وتخيل المحكمه الالكترونيه اللي هي قادمه الينا لا محاله. السلام عليكم.